خلونا نرحب بالأستاذة روندا خالدة أو روندا خالد، مسؤولة الملف الإفريقي بموقع الوفد. صباح الورد عليك يا روندا. صباح النور، كل سنة وانت طيبة، رمضان كريم. وانتي طيبة ورمضان كريم عليكي وعلى أسرتك. وفي البداية أنا عايزة أقولك إن ده جهد عظيم جدا جدا، وخلتينا نشوف حاجة كده يعني عندنا فضول كده نشوفها ونفهم عنها أكتر، ما عندناش معلومات كتيرة عنها، فخلينا نعرف منك كده أبرز عاداتهم عاملة إزاي في المطبخ. انتي يعني دخلتي بيوت كتيرة قوي أفريقية من دول مختلفة، احكي لنا. بالظبط، انا دخلت بيوت كتيره، كل دوله بتختلف عن الدوله الاخرى في عاداتها وطقوسها. يعني مثلا لو رحنا جنوب السودان هنلاقي جنوب السودان في تجهيزات شعبان بيبداوا يحطوا البصل، ينشروا البصل واللحمه في الشارع لمده 10 ايام عشان يبقى ينشف ويتحط في برطمانات تبقى جاهزه اثناء تحضير رمضان خلال الشهر. وعلما ان دوله جنوب السودان نسبه المسلمين فيها مش كبير، يعني فممكن نلاقي البيت في اسره في مسلم ومسيحي، يعني ممكن راجل ومراته مختلفين، ولا رغم كده ان هم بيتشاركوا. هنلاقي مثلا، هنروح مثلا غينيا بيساو، هنلاقي غينيا بيساو في الافطار بيوزعوا هدايا زي التفاح والفول السوداني، وكمان في الفول السوداني نفسه هم بيطبخوه بيعملوه يعني في البيت. عندنا احنا هنا بنحل بيه، بنعمله بالكنافه، لكن هناك لا، هم بيطبخوه. بيقطعوه ويحطوه بقى في المطبوخات بتاعت الاكل. ممكن يعملوا بقى مع الرز، ممكن يعملوا مع شوربه فراخ، ممكن يعملوا مع شوربه لحم، ايا كان وات ايفر يعني، بس المهم ان هم بيطبخوه الفول السوداني. اوكي، لو رحنا موريتانيا، تجهيزات موريتانيا هنلاقي ان هم بيبداوا في حلق الرؤوس. بايه؟ بيحلقوا رؤوس الشباب الصغيره والرجاله. دي من ضمن عاداتهم. ده اساسي، يعني ده بالنسبه لهم دي علامه ان احنا داخلين على رمضان خلاص. اوكي، في دول ثانيه هنلاقي ان هم بيبداوا بالحلال، بيطبلوا ويطوفوا الشوارع ويفضلوا يغنوا احتفالا بقدوم الشهر الكريم. زي دول ايه مثلا؟ حتى في السحور، يعني هم في دول كتير ما عندهاش انتحارات، يعتمدوا يا اما على الاذان، الاذان ممكن ياذن 3 مرات. وفي بعض البلدان بالنسبه لهم الانتحارات ان هو بيطوف الشوارع، بيفضل يغني باغانيهم ولهجتهم. اوكي، ويكون كل دوله بقى بتختلف عن الدوله الثانيه في لغتها ولهجتها. طب واغرب الاكلات بقى اللي شفتيها كانت عباره عن ايه؟ هي ما فيش حاجه غريبه على قد ما هم، يعني ممكن يكون في اكلات متقاربه بيننا وبين مصر زي السمبوسه والفول السوداني زي ما ذكرت. لا انا قصدي مقارنه بينا، يعني غريبه مقارنه باللي احنا بناكله مثلا، يعني مثلا موضوع ان السوداني بيطبخ دي انا اول مره اسمع عنها. قابلتي ايه تاني زي كده؟ لا انا ما شفتش حاجه. ممكن البطيخ، بيعملوا ايه في البطيخ؟ في 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 دوله من الدول برضو البطيخ برضو بيطبخ في الفطار. طب ليه كده؟ ليه بس كده؟ هي في دول الموز، عندنا الموز، لا احنا الموز عندنا بناكله، هم هناك بيطبخوه. انا سمعت ان في ناس بتقليه. دي حقيقه. هو انت كل ما تعرفي اكتر، وفي برضو في نفس الوقت في دول كتيره متوافقه مع العادات، وفي برضه دول هنروح مثلا لو احنا قلنا بنشرب تمر مثلا في الفطار، هم لا، ممكن يشربوا حاجه اسمها مديده. مديده ده اللي هو بيبقى دقيق بميه سخنه، وممكن يتحط فيه فراخ، قطع من الفراخ صغيره. ده شبه الكشك مثلا، يعني نقدر نقول كده. بس هو بيبقى دقيق، هم بالنسبه له شايفين ان ده تجهيز اصلا للفطار. احنا عندنا بنفطر مره واحده. هم بياكلوا على مراحل. ايه؟ هما بياكلوا على مراحل. طب انت دقتي حاجه من الاكلات دي، انطباعك ايه؟ انا دقت الشطه كتير قوي. دقتي ايه بقى؟ البهارات عندهم كتير قوي قوي قوي. بيحبوا البهارات وشطه كمان. البهارات بتاعتهم يعني، وعندهم مثلا اكله في السنغال، يعني احنا عندنا ما نقدرش نحط الجزر السليم، لازم نقطعه، ولازم بيبقى فيه مثلا في السلطه او في اي حاجه ثانيه، لا هم عندهم الجزر بيبقى سليم. والسمك سليم. سمك سليم؟ سمك والجزر وكذا حاجه كده بيبقى في طبق، يعني مع رز بسمتي. فهم برضو عندهم حاجه مختلفه. ايوه طبعا، اكيد اكيد. انت استمتعتي قوي بالجوله دي والتجربه دي، واكيد احنا كمان استمتعنا بيها معاكي دلوقتي وعرفنا اكتر عن بلاد افريقيا ورمضان بتاعهم عامل ازاي. وبنشكرك استاذه روندا خالد، مسؤوله الملف الافريقي بموقع الوفد.